يقول الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. الجهمي هو الذي يكون على مذهب الجهم بن صفوان الذي أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم، وهو إنكار الأسماء والصفات، إنكار الأسماء والصفات، هذا من مذهبه الخبيث. وإلا فله مذهب قبيح في عدة مسائل، لكن هذا منها إنكار الأسماء والصفات. وقوله قد هذه للتحقيق، مثل قد قامت الصلاة، قد سمع الله قول الذين قالوا، فقد تأتي للتحقيق وهو المراد هنا، وليست للتقليل مثل قد يجود البخيل، هذه للتقليل. وأما المراد بها هنا هو التحقيق، قد يعلم الله الذين، هذه التحقيق أيضا، أي كما أنكر الرؤية، رؤية الله عز وجل، فإنه أيضا ينكر إثبات اليدين لله عز وجل. والله جل وعلا له صفات ذاتية مثل اليدين والوجه، وهو له نزلة أخرى والأصابع، كل ما جاء الدليل بإثباته لله من صفات الذات فإننا نثبته لله عز وجل على حقيقته، خلافاً للمعطلة وخلافاً للممثلة. المعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته وعلى رأسهم الجهمية، والممثلة الذين يغلون في الإثبات حتى من حوضه صلى الله عليه وسلم بصفات خلقه، فهم على طرفي نقيض. هؤلاء غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الذات وصفات الأفعال خلافاً للمعطلة، إثباتاً بلا تمثيل خلافاً للمشبهة، على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا له صفات ذاتية وله صفات فعلية، كالاستواء والنزول والخلق والرزق والكلام، غير ذلك من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. ومن صفاته الذاتية اليدان، وقد جاء إثباتهما في كلام الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وكقوله تعالى: لما خلقت بيدي، قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام، لما خلقت بيدي. وفي الحديث: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في إثبات اليدين، اليد لله عز وجل على معناهما المعروف في اللغة، فهما يدان حقيقيتان لا الله وما أبلغه ما منه يدي المخلوقين، بل هما يدان تليقان بجلال الله وعظمته لا يعلم كيفيتهما إلا الله جل وعلا. فنحن نثبتهما على معناهما الحقيقي
وننفي عنهما التمثيل والتشبيه، فلا يشبهان يد المخلوق. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة تمشيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. شأنهم في ذلك شأنهم في بقية الأسماء والصفات لله عز وجل. أما أهل التعطيل الذين ينفون اليدين عن الله جل وعلا كما ينفون عنه سائر الصفات، فإنهم يؤولون اليد بمعنى القدرة، بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. يعني القدرة فيقولون لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فيقال لهم الله جل وعلا ذكر اليدين بالتثنية بلفظ التثنية. فهل الله جل وعلا له قدرتان؟ هل له قدرتان أو قدرة واحدة؟ الله له قدرة واحدة، ليس له قدرتان. لما خلقت بيدي هل يقال بقدرتي؟ لا أحد يقول هذا. وأما تأويلها بالنعمة تقول لك يد عندي أي لك نعمة عندي، فهذا منفي عن يد الله عز وجل. وهل معنى قوله لما خلقت بيدي بنعمتي، هل الله جل وعلا ليس له إلا نعمتان فقط، أو أن جميع النعم منه سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا لا فرق بين آدم وغيره إذا فسرت اليد بالقدرة، فإن الله خلق جميع الخلق بقدرته سبحانه وتعالى، فلا مزية لآدم على غيره من البشر، والله جل وعلا ميزه بقوله لما خلقت بيدي. فهذا وجه الرد على هؤلاء. وأما الممثلة فيرد عليهم القرآن قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشبيه والمثيل، فنهى أن يجعل لله أشباها وأمثالا من خلقه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء. فهذا هو مذهب الجهمية في مسألة اليدين لله عز وجل. وهذا الرد عليهم فيما تأولوا، ومذهب الممثلة والمشبهة أيضا، والرد عليهم من كلام الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول والسماوات مطويات بيمينه، وجاء لفظ اليمين والشمال في الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. نهى كافر أن يشرك به بمعنى اليمين، وذلك تنزيها ليده من التنقص، لأنه إذا سمع السامع إثبات الشمال لله ربما يقع في نفسه أنها مثل شمال المخلوق، لأن يد المخلوق الشمال ليست مثل اليمين، أنقص من اليمين. والشمال كما تعلمون لإزالة الأذى والتنظيف، وأما اليمين فهي لما يستطاب والأخذ والإعطاء والأكل والشرب وغير ذلك. فإذا سمع السامع إثبات الشمال لله ربما يقع في نفسه أنها أنقص من اليمين، كما هو في المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التوهم وقال وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم.